بتاع العالم كله مش مصر بس يعني. الله ينور عليك. ولكن احنا بندي ده كنوع من انواع الوقايه. علبة البيئة تمنها غالي قوي يا جماعة. يعني دي حلوة يعني ده هتوفر الكلام ده الكلوكوز ده. أنا الكلوكوز ده. ده. احنا ماشي احنا نعتبره الكلوكوز. أنا هو رجل صراحة أنا كمستخدم عربية أنا معرفش عنه حاجة. بس يعني إيه ده كلوكوز تبع شركة مانول هنسميه كلوكوز. ولكن هو محلول تنظيف لعلبة الكاتاليست. حتى مكتوب على العلبة كده ذات نفسها. لو قلبنا بحضرتك العلبة ذات نفسها او لو قلبت حضرتك ابقى اصورها وبنزلها اهو. تمام. دي محلول كلينر لعلبة الكاتاليست. في بعض الناس بتعترف بيه في البعض الاخر ما بيعترفش بيه. ولكن الاختلاف في الرأي تعددت الاسباب واحنا هدفنا واحد نحن ننظف علبة البيئة. علبة البيئة لما بتتسد بتعمل خنقة في العربية بيحصل استهلاك في البنزين وبيحصل حاجات كتير ومشاكل اكتر. الله ينور عليك يا هندسة. الله يبارك.